السلام عليكم الاخوان. اليوم هذا الفيديو ما متوقعش، ما كنتش دايره بروغرام كاع باش ندير فيديو. كما كشفتوا الخوت، انايا اكثر من 15 يوم وانا غايبه على السوشيال ميديا، مريضه، دازت عليا مرضى. ولكن اليوم هذا الخبر الفاجعه، هذا الموت ديال الاخت خديجه الغماري، الله يجعل ربي يرحمها ويثبتها على السؤال. شنو نقول لكم؟ ربي اللي كيعلم بالقلب وشنو فيه، وربي اللي كيعلم بالقلوب وشنو فيها. لحقيتش الموت جا مفاجئ، وما كنتش متوقعه انها غتموت. انا كما كتشوفوا من 2019 وانا مصابه بسرطان، وانا كنشوف المعاناه ديال الناس، وكنشوف ليطا ديال الامراض، وعارفه المرض شنو كيدير في الانسان. وانما جاء هذا الخبر ديال الموت ديال خديجه الغماري، ما طحش لي على بالي. لهذا انا اليوم تصدمت بهذا الخبر. لحقيتاش نتوما كما كتشوفوا، انا يلا توفات لي الام ديالي، عارفه بدقه الام، وعارفه بفرق الام، وعارفه الموت ديال الام، وعارفه البنات كيفاش كيحسوا بالفرق ديال الام ديالهم. لحقيتاش صعيب على الانسان يفرق الام ديالو. لهذا انا اليوم كنقدم التعازي ديالي الحاره لعائله الغماري، بناتها، اولادها، الزوج ديالها، عائلتها الكبيره الصغيره. كنقدم التعازي الحاره للفان ديال خديجه الغماري. لحقيتاش مراه طيبه، ومراه نتوما راكم عارفين خديجه الغماري، وعارفين الثقه بالنفس، ولكن حد العمر هو هذا. لهذا الله يجعل ربي يصبرنا ويصبركم ويصبر العائله ديالها الصغيره والكبيره. وكما كتشوفوا انا ما كنتش متوقعه نعاود نقولها لكم ندير هذا الفيديو، وما كنتش ما كانش في راسي. يلا دابا دخلت التليفون، النهار كله انا ما شديتش التليفون. كما كتشوفوا انا دابا شي 10 ايام فاش كنت مريضه، مشيت لعند الطبيب قال لي من الاحسن تبعدي من النت، من الاحسن تبعدي من الاشعه، ما تشديش تليفون بزاف. كما كتشوفوا ما بقيتش كاع كنحط لي فيديو ديالي بزاف، مني مرت كنحس براسي ماشي هي هذيك. والحمد لله والشكر لله، اليوم شديت دابا راه شحال دابا 10، والله العظيم شربت الدواء ديالي، مع كنشرب الدواء ديالي انا يوميا مع 10، هزيت التليفون كنقلب كنتفاجئ بهذا الخبر. جاني فحشي صحيح، قلت لبشر اختي سيدي المره اللي درت عليها داك النهار فيديو توفات. وكنتمنى منكم تبارطاجيو هذا الفيديو، تبارطاجيوه باش الناس تشوف ودير بحق الموت. والله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم لكم الوالدين. مريض السرطان مهمش في هذه البلاد، انا كنقولها واتحمل مسؤوليتي. مريض السرطان يتالم ومهمش في هذه البلاد. لحقيتاش ما عندناش واحد الرعايه، واحد الاهتمام كبير بمريض السرطان. خص مريض السرطان يجبد من جيبو الا بغى يعيش، خص مريض السرطان يجبد من جيبو الا بغى يعيش. كاين المستشفيات وكاين، ولكن كاين ضغط كبير. لحقيتاش هذا المرض في تفاقم، ياك يا بوش اختي، هاد المرض والله العظيم مشى ليا التعبير، هاد المرض في التفاقم وكيزيد اكثر. لهذا كنتمنى من الناس يبعدوا من الاعصاب، ويبعدوا من المشاكل، ويبعدوا من اللي تخليك خليها. لهذا انا اليوم كما كتشوفوا هاد الفيديو استثناء، والله العظيم جاتني النهجه، بكيت وبكات اختي هي حدايا، والله العظيم بشرى اختي بكات. هي بشرى قولي شي كلمه تعازي. السلام عليكم. وهذا الصراحة أنا والله إلا مرتبكة وتخلعت عليها، شفت بنتها كتهضر عليها، تفكرنا هذاك لي ستواغ اللي عشناه مع أميرها. كما كتشوفوا الناس اللي كيعرفوني، الموت ديال أمي جا مفاجئ، ما كانت لا مريضة لا والو، جاتها سكتة دماغية ماتت. سبحان الله، 3 أيام في الإنعاش، كتدخل الإنعاش من الإنعاش للقبر. وأنت هذيك اللحظات اللي كتكون هي، وكنشوفوا قبيلة كنزة الغماري وماجدة الغماري كنشوفوهم كيناشدوا الناس على الدم، وتفكرنا عرفتوا. والله العظيم أنا فاش جاتني هذا الخبر، جاتني فحال شي صاعقة، والله عالم عليا. واليوم ليلة الجامعة، ما عرفتش هاد الفيديو امتى غتشوفوه، واش اليوم يقدر يوصلكم، اليوم يقدر يوصلكم غدا. كنتمنى منكم تبارطاجيو هاد الفيديو، والدعوات لماما خديجة الغماري، ربي
به هو وقف معها ويثبتها على السؤال وهذه الدنيا وهذيك الأخيرة. والحمد لله ربي لك يعطي وربي لك ياخذ، الحمد لله لله ما أعطى ولله ما أخذ، الحمد لله. والدينا عزاز ولكن الله عز منهم. أنا كنهضر معكم بحرقة لحقتش أنا توفوا لي الوالدين ديالي، انتوما لي فان ديالي العزاز الغاليين، راكم عارفين طريقة باش ماتوا والديا. ماتوا في واحد الفترة قصيرة بيناتهم 5 شهور. الموت ديال الوالدين ما كيحس به عدوك في الدنيا وما تبغيش ليه، ولكن واخا هو راه اللي ما شرب اليوم غيشرب غدا، ولكن اللي ما تبغيش لعدوك في الدنيا. لهذا انا كنقدم تعازي الحارة لعائلة الغماري من الكبير حتى الصغير. الله يثبت ميمتكم على السؤال، الله يجعل ربي كل ما تعذبتوا في الدنيا يجعلوا لها ربي رحمة ونور. وخصكم خصكم تعرفوا واحد الحاجة، هذه واحد الفكرة غنوصلها لمريض السرطان والمرضى السرطان ككل. أنا نهار اللي عرفت راسي عندي سرطان تدي جاني واحد الإحساس غريب، بقيت كان بكي ويقول لي الطبيب شوفي ما تبكيش، راه الإنسان كيطلبك ويقول يا ربي نموت بهذا المرض. لحقتش إنسان كيمشي مغسول من الذنوب، كيمشي للجنة حال عينيه. وكما كتشوفوا هاد الكلام كنت كنقوله على بالله الله يرحمه، حيت جا سرطان الرئة في خلال 4 شهور مشى عند الله عز وجل. التحق بالرفيق الأعلى، وشكون اللي ما يبغيش يلتحق بالرفيق الأعلى؟ الله يجعل ربي يدينا في طرف من صحتنا ويعطينا حسن الخاتمة ويعطينا الموتة مستورة. وكنت من الله وأي واحد شاف هاد الفيديو يدير الدعاء لوالدينا والوالدي الأموات ووالدي المسلمين، ويدير الدعاء الأخت اللي في المينياتور ماما خديجة الغماري، الله يجعل ربي يثبتها على السؤال ويجعل قبرها روض من رياض الجنة. والحمد لله والشكر لله، إن لله وإن إليه راجعون، لله ما أعطى ولله ما أخذ، والحمد لله والشكر لله. هذه سنة الحياة. الموت نعمة ماشي نقمة، وإنما كتجي في بعض الأحيان كنقمة، ولكن هي راه نعمة. الحمد لله. أنا اللي كنشوف مرضى السرطان وأنا اللي كنشوف المعاناة وكنشوف المعاناة اللي كنشوفهم بواحد العين اللي ممكن ما يشوفهاش شي واحد آخر. راه مريض السرطان راه كيوصل واحد القيته اللي كيبقى يطلب الموت، والحمد لله والشكر لله. ما كاينش اللي ما كيخافش من الموت، وإنما وأنا شفت ناس وشفت بزاف الناس لحقيتاش هذا مرض خبيث كنقولها وكنعاود نقولها. وبزاف الناس كيقولوا لي راه كتشافيتي من مرض السرطان. الحمد لله انا 5 سنين ديال العلاج باقا ما كملتهاش، باقا لي عامين، ولكن هاد 3 سنين اللي دازت الحمد لله دازت بنجاح. كنتمنى نتفوق على هاد 5 سنين ونوقف على رجليا ونكون بخير الحمد لله، حيت بزاف الناس كيقولوا لي راه كتشافيتي. الحمد لله من فمكم لسيدي ربي، وما نخرجوش على الموضوع ديال هاد الفيديو اللي هو الموت ديال الاخت خديجه الغماري. الله يجعل ربي يثبت على السؤال ويجعل قبرها روض من رياض الجنة ووصلنا عليها مؤمنين. والحمد لله والشكر لله، إن لله وإن إليه راجعون. أمان عليكم وبالله عليكم اللي شاف هذا الفيديو يدير واحد الدعاء ويجعل الرحمة دياله صدقة جارية على روح هاد السيدة وعلى روح أمهاتنا وأمهات المسلمين اللي عندهم ميمتو وبحبيبو يتهلا فيهم، اللي بقى عندهم موبه يتهلا فيهم يتهلا فيهم. لحقيتاش قبل ما يفوت الأوان، لحقيتاش الوالدين باب من أبواب الجنة في الدنيا قبل الآخرة. هذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، كنتمنى أن الإعجاب ديالكم. وهذا الفيديو جا مفاجئ، ما كنتش باغا ندير لا فيديو لا شي حاجة. كنتمنى إن لله وإنا إليه راجعون.